وفي هذا الملف ينضم إلينا الآن الأستاذ فتحي أبو يونس، مدير قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية سخنين ورئيس منتدى رؤساء مكاتب الرفاه في المجتمع العربي. أهلا بك سيدي، وأبدأ معك من الدلالات، ربما بماذا تشي هذه المعطيات عندما نتحدث عن نسب عالية جدا من الإدمان في المجتمع العربي، وماذا تقول أيضا بشأن شكل المجتمع والتحديات التي يواجهها؟ مساء الخير أخي أمير لك ولجميع المشاهدين. المعطيات طبعا مقلقة، مقلقة جدا. فإذا واحد من كل سبعة في المجتمع اليهودي من اليافعين مدمنين على واحدة من الأمور السيئة، ففي المجتمع العربي أكيد إحنا بنحكي عن واحد من خمسة أو واحد من أربعة من كل يافع بنت من لهالمجموعة هاي. إحنا طبعاً الأرقام هاي عم بتيجي في وقت ما بعد الكورونا. إحنا من أول ما أجت الكورونا قلنا إنها الكورونا هي مش بس آفة صحية، وإنما هي في إلى تداعيات اجتماعية نفسية اقتصادية على المجتمع العالمي بشكل عام. وطبعاً لمن إحنا بنحكي عن المجتمع العربي اللي هو ضعيف من الأساس من ناحية اقتصادية اجتماعية، فعمليا التأثير هو أكبر بكثير. الكورونا إحنا طلبنا من شبابنا ومن أولادنا من طلابنا من يلازموا تعليمهم من خلال الزوم وعبر الشاشات. وطبعا هاي قضية في حد ذاتها هي تحدي. فالاستعمال الشاشي كان بهدف سامي، بهدف أنه نوصل طلابنا لأن نستمروا في العملية التعليمية تبعتنا، ولكن عدم ضبط الأمور طبعا وعدم فهمنا الكافي كمجتمع للأمور في كان إسقاطات كبيرة للاستعمال السيء وانعكاسات على المجتمع. إذن ما المطلوب في هذه المرحلة بما أنه نتحدث عن نسب مرتفعة في المجتمع اليهودي الإسرائيلي وعن نسب قد تكون مرتفعة أكثر بكثير بحسب مختصين في المجتمع العربي؟ ما المطلوب؟ أولاً يجب أن نضع خطط بشكل عملي وسريع لقضية تقصير عدد ساعات استعمال السيء للشاشة لدى الشباب ولدى اليافعين. ثانياً في ضرورة هامة جداً لقضية العمل على جعل الأبوية وإرجاع الأبوية والوالدية للدفء، وبحيث أنه نعطي المجال قدام شبابنا وصبايانا أن يكونوا موجودين بالبيت ويشعروا أنه فعلاً البيت هو المحل الدافئ اللي ممكن أنه يحتويهم. في حاجة لكل المهنيين من عمال اجتماعيين ومستشارين تربويين وعمال نفسيين لوضع خطط في داخل المدارس، سواء كان على المستوى الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، بهدف طرح الموضوع قدام الطلاب، عدم التكتم عليه. وفي حالة أنه في عنا طلاب أو شباب اللي هن مدمنين، توجيههم لمراكز الإدمان. اليوم في عنا في بلداتنا وفي السلطات المحلية في بلدياتنا في عنا عمال اجتماعيين أكفاء اللي في عندهم القدرة لعلاج قضايا الإدمان، فهن موجودين بهدف إعطاء الخطط العلاج وبهدف مساعدة من وقع في فخ الإدمان، سواء كان سموم أو كحول أو إدمان على القمار أو إدمان على مشاهدة الأفلام سواء كانت جنسية أو غير جنسية. فهذا الطاقم جاهز لمساعدة هذول الأشخاص. فعمليا الخطة المفروض تكون مبنية أولا على المنع، منع انتشار وزيادة هذه الآفة، لأنه فعلا هي آفة اللي ممكن تدمر مجتمعنا. والموضوع الثاني في حالة أنه في عنا أشخاص اللي هن وقعوا في هذا الفخ، نحاول أن نوجههم للأطر العلاجية بحيث أن يتمكنوا من أن يطلعوا من هاي الآفة ويرجعوا للمسلك حياة طبيعية. شكرا جزيلا، مدير قسم الرفاه الاجتماعي في بلدية سخنين ورئيس منتدى رؤساء مكاتب الرفاه في المجتمع العربي السيد فتحي أبو يونس على هذه المداخلة.